المغرب نسب البطالة لدى النساء تصل أرقاما قياسية. اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والطبع يعني الواقع مشابه في العديد من الدول، فمثلا في المغرب تحديدا الأزمة أثرت بشكل واضح على النساء. الأرقام سجلت ارتفاع أعداد العاطلات عن العمل بين النساء مقارنة بالرجال. لتوضيح الصورة أكثر لابد أن نستعين بالأرقام، فيبلغ عدد النساء في المغرب نحو 18 مليونا، يمثلن أكثر من 50% من السكان، وهو ما يقدر بنحو 13 مليون ونصف المليون من هؤلاء النساء هن في سن العمل، وتقدر عددهن بنحو 388 ألف امرأة، أي ما نسبته 35% من مجموع العاطلين عن العمل. أيضا تعد نسبة الشباب هي الأعلى بين فئة العاطلات عن العمل بنسبة تتجاوز 82%، في حين تفوق نسب العاطلات عن العمل في من حملت الشهادات 88%. في المقابل تسجل النساء حضورا مهما في قطاع الفلاحة، حيث يشغل هذا القطاع نحو 46.9%، وهو يعني مجموع النساء العاملات. نتحدث أكثر حول هذه الأرقام و سبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة على النساء بالتحديد مع ضيفتنا من الرباط الأستاذة سميرة الرايس، عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، الاتحاد المغربي للشغل. مرحبا بك معنا. يعني أبدأ معك أنه النساء هن الحلقة الأضعف في الاقتصاد المغربي، لكن هل سيصلح برنامج التمكين هذا الخلل حسب رأيك؟ صباح الخير، شكرا على الاستضافة. أكيد أكيد لا يمكنه أن ينجح في معالجة هذا الاختلال، لأن أولا الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء لا يمكن أن تنجح دون أولا أن يكون هناك تقييم حقيقي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل المسطرة من طرف الحكومة المغربية، يعني منذ في برنامج من 2015 إلى 2030. ضروري من تشخيص يعني العوائق التي تحول دون ولوج المرأة إلى سوق الشغل، واعتبار دائما مع أخذ بعين الاعتبار يعني الظروف الحالية والتي يمكن أن نعتبرها بالظروف الكارثية لوضعية المرأة. طيب أستاذة سميرة، يعني تشغل النساء في قطاع الفلاحة ما نسبته التقريبية إلى 47% من مجمل النساء العاملات، يعني هذا رقم نوعا ما مرتفع نسبيا. يعني خلينا نتعرف انه كيف يمكن تعديل هذه النسبة. اولا يجب الرجوع الى وضعية المرأة في المغرب، ففي القطاع الفلاحي يعني في العالم الريفي فنسبة النساء يعني مرتفعة جدا، كذلك بالنسبه يجب التمييز ما بين فئتين في المغرب. فئه النساء اللواتي حصلن على يعني درجات تعليميه عليا مكنتهن من الدخول الى سوق الشغل، وكذلك من نسبه عاليه للنساء يعانين يعني الاميه والهشاشه. فطبيعه المغرب هو طبيعه قطاع فلاحي، يعني طبيعي ان نجد بان فرص الشغل متاحه اكثر في مجال القطاع الفلاحي. نعم. يعني يشغل نسبه كبيره من النساء اللواتي لم يحصلن على درجات عليا من التعليم، وكذلك لان مجمل النساء، وانت تفضلتي واعطيتي يعني نسبه كبيره من النساء اللواتي هن يقمن باعاله اسر، يعني فالنساء تشتغل يعني في القطاع الفلاحي يعني راضيات على الهشاشة، راضيات بالأجر القليل، راضيات بكل شيء يعني في طيب القطاع. أستاذة سميرة، خلينا يعرف صعوبة كبيرة، خلينا يعني نستمع ونقترب أكثر من هذا المشهد. يعني سيكون معنا أحد أصوات النساء اللواتي وقعنا بأزمة أكبر بسبب فيروس كورونا، لكن يعني في محاولة لتعزيز عمل النساء زيادة تواجدهن في مختلف القطاعات، أطلقت الحكومة المغربية برنامج مغرب التمكين للنهوض بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات. نتابع هذا التقرير ومن ثم نستكمل حديثنا مع ضيفتنا.
تقول إنها بين الرجاء في فرج قريب وإحساس بأنها في بطالة. هكذا تقضي الكبيرة يومها، تنتظر مبالغ زهيدة مقابل مساعدة زبون في ركن سيارته. فلم يكن عملها حارسة سيارات طموحها لتستطيع به إعالة زوج مريض وأطفالها الخمس. بحال انا عندي 5 الوليدات، خصك تكفي عليهم باش ما تخرمش ونقص بحال تنقص انا شحال من حاجه تنقص فيها من صغري، ماشي غادي هما ينقصوا فيها. بغيت نكافح على ودهم، غنكافح ان شاء الله تنوصلهم فين بغاو ان شاء الله، تنقريهم ونوصلهم. داكشي ما تطلطليش انا واللي ما قريتش انا يخرج ان شاء الله في وليدات. ازمه كورونا عقدت رحله الكبيره في البحث عن عمل قار، فالجائحه ارغمت حوالي 200,000 امراه على مغادره سوق العمل في الاشهر الاخيره، فيما تشير أرقام رسمية حديثة أن أكثر من 10 ملايين امرأة في المغرب بدون عمل، ونسبة العاملات لا تتجاوز 20% مقابل حوالي 70% من الرجال. ضعف نشاط المغربيات الاقتصادي دفع الحكومة إلى إطلاق برنامج تمكين الاقتصادي للنساء والفتيات بهدف الوصول إلى 30% كنسبة نساء في سوق العمل المغربي. الأولوية الأولى اللي هي المحور الاستراتيجي الأول هو المسألة ديال الفرص المواتية لتمكين الاقتصاد النساء. شنو خاصنا نخلقه؟ الدعم ديال مثلا المقاولات، الدعم ديال المستثمرين، التشريعات اللي خاصها تكون ملائمة، شنو هي التجهيزات اللي خاصها تكون. يهدف البرنامج أيضا إلى تعزيز حقوق النساء وتغيير الصور النمطية حول قدراتهن عبر قوانين وحملات توعوية وشراكات مع منظمات حقوقية دولية ومحلية. التمكين الاقتصادي هو يعتبر آلية جد مهمة من أجل تسهيل الحياة على النساء بشكل عام والنساء ضحايا العنف بشكل خاص، لأن العنف ممارس تجاه النساء كينعكس سلبيا على المشاركة ديالهم والاندماج ديالهم في الديناميكية المجتمعية وكذلك في الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية. زيادة حضور النساء في مناصب القرار والتمثيل السياسي أيضا من أهداف مشروع تمكين، فحوالي 70% من العمالة النسائية في المغرب هي مهن ضعيفة الجودة، مع وجود فجوة في الأجور بنسبة 17% لنفس الوظيفة ونفس المؤهلات بين النساء والرجال. تمكين المرأة من حرفة أو مهنة وضمان استقلالها المادي ليس فقط مشروعا حكوميا محدد الأهداف والآجال، بل هو الوسيلة الفضلى لحماية المرأة من كل أشكال العنف أسري أو مجتمعي. فاطمة بوغنبور، الحرة، الرباط. نعود إليك يا أستاذة سميرة، يعني كما تابعنا في هذا التقرير هنالك فجوة الأجور، أعداد العاطلات عن العمل، لكن يعني السؤال هنا عن العاطلات عن العمل من حملة الشهادات واللي بشكله 88%، يعني كيف سيعزز برنامج مغرب التمكين من فرصهن للحصول على العمل؟ أكيد لا يمكن تمكين النساء اقتصاديا فقط، فتمكينهن وهو مرتبط ليس فقط بالتشغيل بل التحرر من العجز التبعية الاقتصادية. وأكيد من أجل أن يتحقق ذلك يجب من خلال الروبورتاج يجب احترام الأجر الذي يضمن العيش الكريم بدون تمييز يعني مع الرجل، وأكيد بأن ضروري الاستقرار يعني في العمل من أجل الإحساس بالارتياح سواء على المستوى المادي أو النفسي. بالنسبة للعاطلات يعني ضروري دائما يكون مرتبط بالمستوى يعني التكوين والتعليم والتدريب الذي نالته المرأة، ومن أجل يعني فتح المجال للشغل أكيد يجب الاعتماد على فتح فرص للشغل بدون يعني تمييز مع الرجل. أكيد يجب القضاء على فكرة تأنية الفقر وتفعيل المشاركة الحقيقية للمرأة في التنمية الاقتصادية، وكذلك يجب يعني توفير يعني فرص الولوج يعني بشكل متساوي للعمل. أستاذة سميرة، يعني نتحدث عن أكثر لو سمحتي وتأهيل النساء يعني في الحد من الهشاشة لأوضاعهن، لأن عالم الشغل يعني ليس مرتبط فقط بتوفير شغل ولكن باحترام القانون، باحترام يعني كرامة المرأة، يعني بمجموعة من الإجراءات الأخرى ليس فقط
يعني حتى توفير الشغل، الإحصائيات يعني التي قدمتهن يعني تم تقديمها يعني في البداية في البرنامج، يعني تحيل على أن الوضع يعني في المغرب خاصة مع كورونا يعني تم يعني طرد وتسريح مجموعة من النساء من العمل. فالمشكل الحقيقي هو الحفاظ على الشغل، هو توفير الشغل. حملت شواهد يعني من نساء أو رجال يأتي في ضمن يعني احترام الحق يعني في الدستور يعني بتوفير الشغل. نعم. وهذا الذي لنا توفر عليه. أستاذة سمير اعذريني على المقاطعة، لكن نقاطعك لنستفيد يعني أكثر، نستفيد أكثر منك خصوصا الوقت قليل. يعني عندما نتحدث عن أكثر من 50% من عدد السكان ونسب البطالة تصل ل 13.5%، يعني هل يكفي برنامج واحد لتمكين هؤلاء النساء؟ أكيد لا، أكيد لا. ضروري من سن سياسات يعني سياسات عمومية، أكيد من مراجعات كما قلت في البداية، يعني من مراجعات برنامج التشغيل الذي سطرته الحكومة. أكيد هناك اختلالات لا يمكن أن نعالج يعني الأزمة الحقيقية للشغل بالنسبة سواء بالنسبة للنساء أو الرجال، وبما أن نسبة النساء أكثر لا يمكن معالجتها يعني بسن يعني برنامج تمكين في شروط يعني مختلة، شروط تفتقر إلى 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 بنية حقيقية لاستقبال يعني اليد العاملة، إلى شروط تحترم يعني قوانين الشغل، إلى شروط يعني تحترم كرامة المرأة في الشغل، إلى شروط يعني تقاوم يعني وتضع إجراءات للهدر المدرسي. يعني هناك اختلالات على مستوى يعني السياسة التعليمية، على مستوى يعني القوانين المسطرة، يعني حتى بالنسبة للقوانين التي أصدرت مؤخرا بالنسبة لقانون حماية النساء من العنف، هناك اختلالات. ودائما يعني في إطار التشاور مع الحكومة يعني تكون هناك مجموعة من الملاحظات لمعالجة هذه القوانين التي تصدرها الحكومة، لكن للأسف رغم الطريقة التشاركية يكون نعم. إصدار يعني قوانين بشكل أحادي لا تخدم يعني مصلحة المرأة. يعني نشكر وجودك معنا من الرباط سميرة رايس، عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، الاتحاد المغربي للشغل، شكرا جزيلا لك. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.